الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوالي العادل. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي قبله باب أمر ولاة الأمور بالرفق بالرعاية، ذكر هذا الباب في فضيلة الوالي العادل الذي يحكم بين الناس بالعدل. ولا يسمى الوالي عادلا إلا إذا حكم الشريعة، فإذا لم يحكم شريعة الله سبحانه وتعالى فإنه لا يسمى عادلا. فإذا سمي الذي يحكم بغير شرع الله عز وجل بالعدالة فإن هذا محادة لله ولرسوله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل سمى الحكم بغير ما أنزل الله جاهلية وظلم، وسماه أيضا كفرا وفسقا. قال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا يكون الإمام عادلا ولا يسمى عادلا إلا إذا حكم شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من الناس ممن يبيع دينه بدنياه ينزل أمثال هذه الأحاديث والآيات التي تكون في الإمام العادل على الأئمة الذين لا يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه أمر خطير. فالأحكام الشرعية ليست بالأهواء، الأحكام الشرعية لا ليست بأهواء فلان وعلان، ولا تنزل الفضائل على من لا يستحقها، كما أنه لا يصف أحد بما لا يستحقه من النقص، فإنه أيضا لا يسمى ولا ينزل منزلة الكمال وهو لا يستحقها. فهذا الباب قال رحمه الله: باب الوالي العادل. وقال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. في الآية الأولى قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قد مر علينا الكلام على هذه الآية. في الآية الثانية قال: وأقسطوا يعني واعدلوا، إن الله يحب المقسطين يعني يحب العادلين. وهنا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله جل في علاه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه. متفق عليه. وهذا الحديث حديث عظيم، لا يسع مثل هذا المقام أن نتكلم عن فوائده الكثيرة، ولكن حسبنا أن نذكر شيئا منها. أولا، في قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله. السبعة ليست على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التعليم. ولذلك جمع ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه للبخاري جمع 20 صنفا جاءت الأدلة في أنهم يكونون يوم القيامة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فمثل هذه الأحاديث ليست للحصر، وإنما المراد بها الجمع والتعليم. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يظلهم الله في ظله. وهذا الحديث يمر على ظاهره كبقية حديث الصفات، كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وجاء في بعض الروايات أنه ظل العرش، فيحتمل أنه ظل العرش، ويحتمل أنه من آية من حديث الصفات. وأما القول بأنه ظل يخلق يوم القيامة فإنه قول غير صحيح، فالذي ورد عن السلف هذان القولان: أنه من آية من أحاديث الصفات فيمر كما جاءت، كبقية الأحاديث التي فيها صفة اليد وصفة
الرجل وصفة الكلام إلى غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى التي نؤمن بها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى دون التعرض للكيفية. وإما أن يقال هو ظل العرش كما جاء في أحاديث أخر أنهم يكونون في ظل العرش، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه يوم القيامة لا شجر ولا حجر ولا غير ذلك مما يتظلل به الناس، والشمس تدني من رؤوس مقدار ميل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى. قال: إمام عادل بدأ به لعظيم شأنه وكبير مسؤوليته. فالإمام العادل في ظل الله عز وجل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. قال: وشاب نشأ في عبادة الله تعالى. لماذا نص على الشاب بالذات؟ لأن الغالب في وقت الشباب النفس تميل إلى الانحراف، تميل إلى الدنيا، تميل إلى اللهو. ولكن إذا كان هذا الشاب قد نشأ في طاعة الله عز وجل فهذا دليل على أن قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى. فلذلك جاء في الحديث: يعجب الله من شاب من ليس له صبوة، يعني ليس كالصبيان يلعب ويذهب، وإنما هو شاب متعبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في هذا الحديث أنه من السبع الذين يظلهم الله في ظله. وهل هذا الحديث هل خاص بالشاب، يعني لا يدخل فيه النساء؟ الأصل في الأحكام الشرعية، الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء، إلا ما دل الدليل على التفريق. فمثل هذا الحديث يدخل فيه الشاب وتدخل فيه أيضا الشابة، كلهم يدخلون في هذا الحديث. قال: ورجل قلبه معلق في المساجد. ومعنى أن قلبه معلق بالمساجد أي أن قلبه معلق بالصلاة، كلما خرج من صلاة انتظر الصلاة التي بعدها، فيكون قلبه معلق بالصلاة التي بعد الصلاة التي يؤديها لحبه لهذه الصلاة، فإذا خرج من المسجد ود أنه يعود إلى هذه الصلاة، وهذه فضيلة عظيمة. قال: ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه. كما ذكرنا في مسألة الشاب الذي نشأ في طاعة الله كذلك يقال في الرجلين الذين تحب في الله واجتمع عليه، أنه يشمل الرجال والنساء. فالكلام على الرجلان هنا من باب التغليب. رجلان يتحبى في الله، لم يتحبى لأجل دنيا ولا من أجل نسب ولا مال ولا غير ذلك مما يتحب فيه الناس اليوم، وإنما كانت المحبة من أجل الله وفي الله وفي ذات الله سبحانه وتعالى. أحبه من أجل أنه يطيع الله، أحبه من أجل أنه ينشر دين الله، أحبه من أجل أنه يدافع عن دين الله. فهذه المحبة الحقيقية. ولذلك أنت الآن عندما تحب مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أحببته من أجل الدنيا أم أحببته لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من الظلمات إلى النور، وأحببت أبا بكر وعمر وعثمان هل من أجل الدنيا، أحببت أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وغير ذلك من أئمة الهدى وأنوار الدجى، نحبهم ونقر بذلك في قلوبنا، لكن هل محبتنا لهم محبة دنيوية؟ لا، محبتنا لهم دينية. وهنا المحبة التي فيها الفضيلة هم من تحابا في الله ومن أجل الله، تحابا في الله اجتمع على الحب في الله وافترق عليه، أي فرقهم الموت أو فرقهم يعني أي شيء من المفرقات في هذه الحياة الدنيا كالسفر ونحو ذلك، ولكنهم لم يتفرق إلا على حب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وهذا أيضا يقال للرجال وللنساء، فلو أن المرأة دعاها رجل صاحب منصب وجمال فقالت إني أخاف الله فهي داخلة في هذا الحديث. وهذه الفضيلة لمن يعني قال إني أخاف الله لمن دعته امرأة ذات منصب وجمال، لأنه قد توفرت الدواعي، توفرت الدواعي العظيمة كما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام، دعته امرأة ذات منصب وجمال ولم يستجب، ليس خوفا من الناس أو مذمتهم
وإنما من أجل الخوف من الله سبحانه وتعالى وأن الله مطلع عليه. فمع التمكن يعظم وتعظم الخشية، فإذا غلبت الخشية هذه الدوافع العظيمة فإن هذا الرجل يكون في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ينفق بالشمال فلا تعلم اليمين. وهذا من باب إخفائه للصدقة، من باب إخفائه للصدقة. وهل الصدقة الأفضل فيها الإخفاء أم الإجهار؟ الأفضل في الصدقة الإخفاء، إلا إذا كان في الإجهار بها مصلحة، فإن كان فيها مصلحة فتكون أفضل، كما مر علينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الحديث كان في الصدقة، عندما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار متقلد السيوف وعليهم أثار الفقر والحاجة، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه لما رأى منهم من الحاجة والفقر، فقام وخطب الناس قال: تصدق رجل بدينار، تصدق رجل بدرهم، تصدق رجل بصاع تمره، حتى قام رجل من الصحابة وجاء من بيته بصرة عجزت يده أو كادت تعجز عن حملها، فلما رآه الناس تسابقوا إلى بيوتهم وأتوا بالأكل والشراب واللباس وغير ذلك من الصدقات، حتى قال راوي الحديث: حتى رأيت كومين، يعني من الطعام وغير ذلك من الصدقات، فاستنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، ثم قال هذا الحديث العظيم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فدل هذا على أن إظهار الصدقة أحيانا يكون أفضل، والله سبحانه وتعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، لم يذم الإظهار سبحانه وتعالى، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فدل على أن الإخفاء أفضل، ولكن الإجهار قد يكون أفضل في حالات دون أخرى. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا آخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، رجل ذكر الله خاليا ليس عنده أحد ففاضت عيناه خوفا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم إذا كان خاليا أن يستشعر مراقبة الله، أن يستشعر القبر، أن يستشعر الجنة والنار، أن ينظر في القرآن، فإن هذا كله مما يعين على البكاء خوفا من الله سبحانه وتعالى، فيفوز بهذه الفضيلة. قد جاء في الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين باتت في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فهذا فضل عظيم، والذي يجمع هذه الأمور السبعة المذكورة في هذا الحديث هو خشية الله سبحانه وتعالى. فمن خشي الله سبحانه وتعالى فإنه سيكون عادلا وسينشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى وإن كان شابا، إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السبعة، فإن الذي يجمعهم هو خشية الله سبحانه وتعالى. هذا آخر الكلام، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.